يا سلام، مرة أخرى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلو علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الدول العربية والإسلامية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع محافظة المنوفية. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إن ولي ذلك والقادر عليه.
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل Oh,
وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإلى الله المصير وإلى الله المصير أو تبدوه
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم اصطفى آدم ونوحا الله سميع عليم. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Oh.
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وسؤل سيدنا نوح عن الدنيا يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كدار لها بابان دعا
دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. هذه هي الدنيا، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وكذا يا اخوة المؤمنون، كانت هذه التلاوة القرآنية مباركة تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الدول العربية والإسلامية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع محافظة المنوفية. زيارتك لتعلم ما سمع حضراتكم من احدى وحدات الصوت والضوء ومحلات الفراش الحديثة الكبرى. تطلب توجد من ادارة المتوكل على الله الحاج ابراهيم نباتة المقيم بهذه البلدة.